الله يجعلك تبني حجاب واخا ما غاديش نكملوا به. المهم انا دابا في الخيام، الناس اكادير غيعرفوا فين، وغادي نسوق لحد على رجلينا. المهم بدنا نمشيو على رجلينا. المهم قولوا لي بعدا كيف جا الحجاب، الاجواء عندنا في اكادير مشمسه. ما غادي ينسى غادي ينسق الحجاب. المهم الفيديو ان شاء الله غادي يكون على السيت اللي كطلبوا مني دائما في انستغرام ديال الشعر، وشنو كديروا لشعرك. داكشي كامل اللي كطلبوا مني هو شنو كديروا لشعرك. شحال من الناس شنو كديري في شعرك؟ شحال من الناس جاني على حتى لينا حيت كنت كندير واحد الزيت من صغري. المهم هاد الزيت زعما كنتمنى نتشربوها شي حاجة زوينة. فهمتي يعني كديرها ماما فاش هي كماما كديرها ماما فاش كانت صغيرة كانت كديرها جدا. المهم داكشي عندنا وراثي. المهم دابا انا غادا نسوق ان شاء الله غادي نمشي ناخد الشوك الدراري. المهم خسر لي الحجاب السيف. المهم غادي دابا ناخدو العشوب عاد باش ان شاء الله فاش نمشيو للدار وغنوريكم كيفاش ديروا لي. المهم انا حبست قدي الزيت. المهم دابا غادا نسوق باش ناخد العشوب عاد باش نمشيو للدار ونوريكم العشوب كيدار مع زيت العود. ياك زيت العود عاد باش نوريكم كيفاش غادي نصوبو ونوريكم شعري ونوريكم شعري كيفاش غندير ونخرج ونخرج. المهم كملوا معنا الفيديو وشوفوا اش غادي. ايوا المهم حنا عاد وصلنا سوق الحد عاد داخلين. هذا هو سوق الحد. يلا هي بدات ولكن انا نسيت كاع العشوب نسيت منهم شويه شويه وانتم قيدوهم ولا شنو يعني ماشي ما غاليينش في متناول الجميع والزيت غير من الحانوت وصافي. المهم انا نوريكم الطريقه كملوا الفيديو وشوفوا الطريقه كيفاش دايره. المهم هادو هما العشوب كاملين درتهم في الزيت ودرتهم في البوطه ياك كنت بقيت خلطيهم بحال هكا. وهادو العشوب انا سيجوهم بحال هكا شويه شويه باش نوريهم لكم كاملين. اشنو هذا؟ الريحان. هذا الريحان. خزامه. خزامه. حب الراس. هذا حب الراس. الحرمل. الحرمل. السنبل. السنبل. تارة. تارة. توصل غينت. توصل غينت. والورد. الورد. وهذا العرعر. العرعر. المهم هما قالت لكم كاع سمياتهم عاوديهم عاوديهم. السنبل. السنبل. والورد. الورد. حب الراس. حب الراس. الحرمه. ايه. الريحان. الريحان. الخزامه. ايه. تارة. تارة. وديك العرعر. صافي المهم وكديرهم في هاد الزيت هادي. المهم حيت ليها لومبالاج كتشريوها غير من الحانوت. هادي ما تتقطعش الشعر ما فيهاش الملح. ما فيهاش الملح داكشي علاش من الاحسن هادي على الاخرى اللي كتكون فيها الملحه.
المهم هيا دابا درتهم هنا خواتي كاع الزيت وكاع دوك العشوب اللي كاينين في هاد الطبسيل هذا كاينين هنا. غديري هاد العشوب هنا ولا كتاري كتستي شويه كديرهم مع الزيت هاد البوطوم شويه 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 كلهم. انتوما دابا عينكم ميزانكم شفتوا شحال ديال العشوب هادو راه غنعاود نديرهم ولكن حتى نديروها في ديك القرعه فهمتوا. المهم نتوما كتشوفوا الزيت وبالنسبه لهاد الزيت ننصحكم بها كنت ديجا قلتها لكم في الانستغرام وشحال من وحده كتطلبني عليها صراحه. انا منين كنت منين كنت صغيره وانا كنديرها وربيت بها الشعر من بعد يعني وصلت واحد لاج صافي ما بقيتش كنديرها حبستها ولا شعري كيطيح وعاد دابا رجعت ليها وليت كنديرها وانا صراحه كتجي معايا فاش كديرها ما كيطيحش لك الشعر وكيطوال كيقوى وتا بالنسبه للدراري راه زوينه ليهم ماشي غير الدريات. كملوا لا فيديو باش تشوفوا الطريقه الكامله ان شاء الله وغادي تشوفوا حتى فاش غنديرها لشعري. المهم حتى هي باقا كطيب نوريكم الطريقه الثانيه اللي بغات ديرها واللي كدير الحنه لشعرها. بالنسبه ليا انا كندير الحنه لشعري عادي واخا كيقولوا لي راه كتنشف داكشي ولكن انا مولفه من صغري كنديرها ما كنديرهاش ديما في كل حمه ولكن مره ومره فاش كترشق لي عليها كنديرها. المهم الطريقه الثانيه هي هاد العشوب اللي وريتكم هادشي كتدوي. المهم هاد العشوب اللي وريتكم في من بعد ما طيبوا مثلا الخبز غتشدوا هاد العشوب ديروهم في الطاوه. المهم ديروهم في الطاوه وديروهم يسخنوا وتخرجوهم من الفران ودبكوهم كاملين وقت ما كنتو غاديين للحمام تشدو معلقه منهم وتخلطوهم مع الحنه اللي غديروا لشعركم ونعطيكم في الشهر غتبان النتيجه ما غيبقاش يطيح وغيكثر يعني غير تبعوها وراه زوين. من التجربه ديالي الخاصه كنقول لكم انها راه واعره ماشي زوينه واعره غير ديروها وان شاء الله ما يكون خير. شفتي من الذوق ديالي الخاص عجبني شريته من مرجان. المهم اي قرعه كيف ما بغات تكون غير انا شريتها هذه. شنو غديري دابا هي قرعة الزاج طبعا يعني وما تخافوش نهائيا هادشي كاملو طبيعي ماشي شي حاجه اللي غتخافوا منها ولا تشكوا فيها. ايوا حنا نبداو كتخوي. شنو واش كتستي العشوب بوحدو ولا شنو باش ما يتخواش؟ ما دي كيف قلت لكم راه والله الا كنديرها من انا صغيره غير وصلت واحد العمر وما عرفتش زغت وليت ما كنديرهاش وصراحه خرجت على راسي كان خصني نبقى نديرها حيت ولا كيطيح ليا بحالي بحال بزاف البنات شحال من وحده كتقول لي كيطيح ليها شعرها لكن قد ما طليتي فيه قد ما كيخلف اكثر. هما هادو العشوب اللي طيبنا هادو راه باقيين هنا شنو ديري غتخلطي معاهم هادو كتنس شويه شويه من هادو اللي ما طيبينش واش يديروها من قبل الحمام ولا عادي يوميا يوميا ولكن البنات اللي كيخرجوا من المدرسه وداكشي لا تيهتروا في حزن حنا هما راه الشعر كيتزيد سخون سخونه. المهم زدت شويه شويه من هادو اللي ما طيبينش و دابا درتهم في هاد القرعه صافي هادي هي النتيجه النهائيه خصو يتمسح هذا. المهم كانت هادي هي الزيت دابا راه سخونه غير سديتها حتى نصور لكم وغنحلها باش ما تفرقعش الزاج ولا شي حاجه. مهم هذه النتيجه النهائيه نخليها بحال هكا حتى غنكمل لكم الفيديو غدا ان شاء الله فاش غادي نديرها لشعري وغنمشي للحمام. المهم كيف قلت لكم انا غير صورت لكم فاش كانت مسدوده دابا خليتها محلوله باش ما يتفركعش الزاج وانا غدا ان شاء الله غادي نكمل لكم باش يطلق العشوب داكشي ديالو كاملو غنصور لكم فاش غادي نديرو لشعري وراه ريحتو فريمون واعر راه كنصور وكتقول لي ماما قولي لهم راه الريحه زوينه زعما الريحه ديالها ما كتقهرش ولا شي حاجه بالعكس زوينه حيت غير العشوب اللي فيهم ريحه زوينه. المهم غدا ان شاء الله غنكمل لكم لا فيديو ونصور راسي كنديرها لشعري ونصور لكم النتيجه من بعد ما نغسل. وهاي المهم هذا الغد ليه ديال النهار اللي صوبنا فيه الزيت
اليوم ان شاء الله غادي نمشي للحمام وغادي تشوفوا معايا كيف كندير الزيت عادي بحال اي زيت. المهم الزيت ها هي الزيت. المهم هي هادي العشوب كيبقاو بحال هكا واخا يقدر خاصها الزيت حيت بانوا لي العشوب كثر من الزيت. المهم دابا غادي نشقق بها راسي مزيان كيف ديجا قلت لكم راه واعره يعني عن ضمانه ديروها ديروها قبل الدوش ولا قبل الحمام ولا صالحة البنات ولا الدراري الا بغاو يديروها كطول الشعر ما كتخليهش يطيح. المهم زوينه وما تخافوش منها ما تخافوش منها كيف قلت لكم ديجا راه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تخافوا منها راه كلشي طبيعي يعني لما نفعتكمش راه ما غاديش تضركم. المهم دابا انا غادي نديرها نحلق راها ريحتها حتى هي زوينه ماشي شي زيت كتقهر ولا شي حاجه. هناك رجل نخويا شو كتهز داك الصغير مهم بحال هكا كتهبط ديك الزيت. شفتوها هاهي قد بقيت تشققي بيها راسك بحال هكا دهنيها مزيان 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 داني شعرك دانو شعركم مزيان اخويا تهنا العشوب. المهم كتخشي شعري صم كاع ديك الزيت اللي كانت في يدي. المهم انا الساعة دابا 6 عندي 7 غنمشي للحمام كنتسنى غي صاحبتي سلمى تجي من المدرسة ونمشيو. بقى فيا ديك ساعة بحال هكا ولا ساعتين كاع شعري و حتى الزيت ما تخاف حيت مثلا نتوما درتو الزيت لي ما كتسدش بزاف كيقولوا لك الزيت راه زيت العود خايبة مع الشمس ولكن هاد الزيت ماشي ديك الزيت العود الحرة زعما لي فيها الملحة وداك الشيء هادي غير ديك ديال الحانوت ما كتحركش الشعر اللي عندي هاد الاطراف هما اللي لاش فيه شكون هادي هي الزيت اللي كندير وهادي هي الزيت اللي كطلبوني عليها. صافي كتبقاو غاديين على هاد الشكل حتى كدهنوه مزيان كم الله فيديو مزروب باش ما يجيكمش الملل. Thank you.
بعد ما دهنت ماشي وريتكم بعد ما دهنت شعري كامل انتم كتشوفوا مزيت يلا بصح جابوه في الكليه. المهم بحال هكا كندهنوا ديما ايوا صافي. من بعد ما كندهنوا نجمعوه معرفتش كي كنبان ولكن المهم عادي داكشي خليه بحال هكا. تنمشي للحمام ونغسلو ان شاء الله من بعد ما نرجع من الحمام يجي مزيجين. من بعد ما نرجع من الحمام نوريكم النتيجه ديالو شتو دهنتو مزيان. المهم كيف قلت لكم غادي نحبس لا فيديو حتى نرجع ان شاء الله من الحمام ونصور لكم النتيجه. هاي المهم انا عاد جيت من الحمام دابا ماشي عاد ديك الساعه دابا شي 11 الليل نبدا نشف شعري حاليا. المهم كيف شفتوا معايا الفيديو شت لي ايامات يعني ما عرفاش شريت العشوب وما عرفاش صوبشها وما عرفاش درتها. المهم هذا الفيديو هذا دايره يعني صورت قبل ما يكون الحجر الصحي وهذا الفيروس وهذا الاوضاع, ولكن هذا الفيديو دابا اللي كندير في هذا الحجر الصحي. وبزاف منكم دابا غير جالس في الدار خصوصا الدريات كيقولوا لي عافاك حطي الفيديو عافاك حطي الفيديو ديال الزيت حنا غير جالسين دابا في الدار بغينا نديروه. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو, كنتمنى انكم ديروا حاجه فريمون واعره نسيت بغيتكم تجربوها صراحه. ونتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا جيم وتخليوا كومونتير قولوا لي الفيديو كيف جاكم, وان شاء الله اللي جربتها مع الوقت تقول لي واش عجبتها ولا لا. وصافي غادي يكون هذا هو لافان ديال الفيديو, نتمنى تعجبكم. باي.